الاسطبات كلها والانوار والغمازات والفشارات كلها جديده، واللمبات اللوح بالركب الثمانية واط زي ما تعودنا. زي ما انت شايفين يد البرايك الحين بنسويها ان شاء الله، بنعالجها بنسبة 80 أو 70% ان شاء الله، نطلع بنتيجة حلوة، بحيث انه لازم نغير هذه كاملة. لو خيطوها وقصوا هذه راح تنفلت الوصلة اللي هنا، فراح نسويها الان بطريقة ان شاء الله تكون مناسبة باذن الله. زي ما انت شايفين يا جماعة جلد الماني. طيب يا جماعة عندنا دحين الاثار حقت البوية اللي قبل لما رش الصدام، في الاثار اللي جات على الشكمان، فدحين بنحذيها لون الوكالة الاصلي، اللون الاصلي حق الوكالة اللي يجي اسود مطفي على الشكمان وعلى الاشياء الباقية. الشكمان يا جماعه بعد ما رشوه الشغل النظيف يحتاج تركيب، ترى لسه باقي ما نشف من هنا. طيب يا جماعه جينا دحين للكهربائي بنشيك على اللمبات اللي والا عندنا بالطبلون، لمبة الاي بي اس ولمبة البرايك معلقة، فبنشيك عليها دحين ان شاء الله نلقى حل باذن الله. طيب يا جماعه زي ما انتم شايفين عندنا الشماسات كيف كانت حالتها ولا طايحه كذا، وكيف حالتها الان مثلا الوكاله تطبق، فشوفوا هذا وضعها الان، شوفوا كيف كبست 100% كذا نزولها ممتاز وهذا ارتفاعها. طيب يا جماعة زي ما انت شايفين خلصنا جميع المراحل، وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التلميع، نخلص إن شاء الله خطوة بخطوة بنوريكم، وأثناء التلميع بنوريكم الأشياء اللي راح نسويها وراح ندقق فيها وراح نطبقها. وصلنا لمرحلة التلميع يا جماعة والمراحل اللي بدوا فيها، طبعا بدوا شغل الموتر كامل أول شيء، وأول لا بدوا بالصنفرة، طبعا الأجزاء كنتوا معاي في الأجزاء اللي رشناها، رشنا الرفرف هذا والرفرف المقابل اللي هناك ووسط الدامات والفيبر الخلفي. طبعا قبل كل شيء قلت لهم ابدأ أول شيء بالصنفرة، فبوريكم دحين كيف صنفر البدي قبل عملية التلميع. معاي هذا الرش الجديد لسه برضه باقي له شغل وباقي له تلميع، شوفوا هنا البدي القديم اللي ما فيه رش طبعا اللي هو بويت وكالة، قلت لهم يصنفرونها كاملة، فصنفروا البدي كامل وصنفروا هنا. عندنا هنا بقايا لكر زي ما انتم شايفين، هذا من الرش اللي جاء هنا طار اللكر وصفر في الموتر من هنا، فبيشتغلون عليه. الشمعات برضه زي ما انتم شايفين حالتها، الشمعات مصنفرة لعملية التلميع. بجي معاكم للكبوت خليتهم يطبقون وصلة، شوفوا هنا واضحة اثار الصنفرة هنا، شوفوا معاي، شوفوا الفرق اللي واضح معانا، شوفوا الفرق اللي واضح معانا، شوفوا تبارك الرحمن. بلف دحين، بلف جهة الصنفرة، شوفوا هنا الدقة كيف، فشوفوا شفت الفرق واضح يا جماعة، شوفوا شوفوا هنا تبارك الرحمن، شغل مرتب، شوفوا معاي، شوفوا لفيت جهة الصنفرة، شفتوا كيف واضح الفرق يا جماعة. فعندنا زي ما انت شايفين هذه حالة الموتر، هذا الرش اللي رشيناه، شوفوا الفرق هنا، هنا ترى مصنفر كامل، عشان بعدين تتم عملية المطابقة اللي هي مطابقة اللون وعملية المعالجة. هذه شنطة الموتر يا جماعة زي ما انت شايفين، فكوا الفرش الداخلي وبنشوف داخل الموتر الآن. الموتر واضح انهم اشتغلوا في اجزاء، فكوا الداخلية بالكامل، طبعا زي ما قلت لكم الشغل المرتب والشغل النظيف يبيله صبر، فبإذن الله زي ما انت شايفين اشتغلوا على اجزاء في الموتر وفكوا جميع الاشياء الباقية. بوريكم حالة الموتر من الامام، هذه حالة الموتر من الامام لسه شغالين فيها، الله يقويهم يعطيهم الصحة والعافية. أهم شيء وصيتهم عليه اللي هي مطابقة اللون زي ما انت شايفين، إن شاء الله انهم يطبقون اللون ونجي بنتيجة مرضية. يلا عاد بنمشي الحين وبنرجع لهم إن شاء الله نشيك عليها
بكرة أو بعد ما تخلص إن شاء الله. أهم شيء دققنا على الأشياء المهمة اللي هي الصنفر والأشياء هذه، توكل على الله الحين. فر قلبي فرت اللي في الهوى مفترة، ما يوردها علياني ولا جفالي، كونكورد صمموها صانعين الذرة، واستعدت تطويل أمتار والأميالي، واستلمها كابتن تصميمها ما غره، يتفنن في قادتها بدون إشكالي، فرها فوق المدرج مرتين ومرة لين عرض جنبها صفق الهبوب العالي، وجر قلبي جر قوسم في يد اللي جره، يوم جاز الهلحن والرأس ما هو خالي ما يشوف، وجر قلبي جر قوسم في يد اللي جره، يوم جاز الهلحن والرأس ما هو خالي ما يشوف من السما، لو كان كبر الذرة نايش ضيم الزمان وفاقد له غالي، والفراق أكبر مصيبة، والجفية مرة تهدم الظن السبير وتوجع الرجالي، مثل ما شفت الجفة في عيونه المحمرة، مثل قولة روح في فالك وأنا في فالي، لا تذكرني لي حرك الزمان بحرة، وانس حتى سنترال البيت والجوالي، وانس فزعاد توسع خاطرك، مثل ما شفت الجفة في عيونه المحمرة، مثل قولة روح في فالك وأنا في فالي، لا تذكرني لي أحرك الزمان بحرة، وانس حتى سنترال البيت والجوالي، وانس فزعات توسع خاطرك وتسره، يوم تنخاني وطوع قتك في وعقالي، هب يا هذا الزمان الله يكافي شره، بعد كان البرق برقي وخيال خيالي. مخنوق مرة مخنوق ضيق بنفاسي، والحين مشدود أعصاب وأصدع في راس. أسعد الله مساكم كل خير. زي ما انتم شايفين يا جماعة، خلصنا من جميع مراحل الهندا، وش سوينا فيها وش ما سوينا، وش رهمنا وش رتبنا وش لمعنا. الموتر هذا هو قدامكم، ما أبغى أتكلم وأحرق عليكم، لكن الموتر بيتكلم بداية. اللي في الهوى مفترة، ما يوردها علياني ولا جفالي، كونكورد صمموها صانعين الذرة، واستعدت تطويل أمتار والأميالي، واستلمها كابتن تصميمها ما غره، يتفنن في قادتها بدون إشكالي، فرها فوق المدرج مرتين ومرة لين عرض جنبها صفق الهبوب العالي. تبين أخذنا لفة على الموتر كامل من برا، ودحين بندخل للداخلية بنشوف وش الفروقات اللي صارت معنا، بعدها بنفك لكم كبوت الموتر وتشوفون وش الفرق برضه اللي حصل. خير الموتر من الأمام وهذا الموتر من الخلف، وشوفوا معايا الفروقات اللي حصلت. نشوف دحين مع بعض كبوت الموتر من الداخل، شفناه في المقاطع السابقة بنشوفه هنا. لاحظوا معاي الكبوت كيف ترتب بالكامل، شوفوا هنا تنظف بالكامل وترتب، وهذه الحالة النهائية ولله الحمد. زي ما شايفين المساعدات هذه كيف كانت قبل عندنا وغيرناها، وهذه حالة الكبوت بعد تغيير المساعدات وبعد التنظيف والترتيب. وزي ما شايفين يا جماعة، هذه شنطة الموتر بعد ما خلصنا ولمعنا ورتبنا ونظفنا.